وقعت مصر واليونان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية المصري عقب التوقيع إن الاتفاق يتيح للقاهرة وأثينا المضي قدما في الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة لكل منهما، خصوصا احتياطيات النفط والغاز الواعدة. من جهتها قالت الخارجية التركية إنها لا تعترف باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر لتعيين منطقة اقتصادية خالصة في الشرق المتوسط تقع في نطاق الجرف القاري التركي. وذكرت الوزارة أن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا، مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية. من أنقرة معنا مراسلنا أحمد غنم. أحمد، نحن أمام صراع اتفاقيات إذا في الشرق المتوسط، هل تفاجأت تركيا بهذه الخطوة حتى اعتبرتها لاغية وباطلة؟ وائل، بالفعل ربما إن صح التعبير لنا أنه صراع في شرق المتوسط، وهذا الصراع بدأ في أوجه حينما وصلت تركيا إلى اتفاق مع الجانب الليبي حول ترسيم الحدود البحرية، ما جعل هناك طرفان متخاصمان حول هذه الحدود، وهذا الطرف الذي يمثل مصر واليونان وكذلك إسرائيل، وفي المقابل هناك تركيا وليبيا. اليوم البيان الذي تحدث عن وزارة الخارجية التركية حول عدم اعتراف تركيا باتفاق الحاصل بين اليونان والمصر حول ترسيم الحدود، اليوم قالت تركيا بأن هذا الاتفاق أو أن هذه المناطق التي اتفق عليها المناطق الاقتصادية بين تركيا بين مصر واليونان تدخل ضمن نطاق الجرف القاري لتركيا، وأن تركيا أبلغت الأمم المتحدة بذلك. وهنا ربما يمكننا القول بأن تركيا لم تتفاجأ بهذا الاتفاق، خاصة بأن تركيا دائما ما توصل خلال بياناتها وتصريحات المسؤولين الأتراك بأنه لا يمكن القيام بأي عمل وأي خطوة أو أي اتفاق في شرق المتوسط دون أن تكون تركيا موجودة في هذا الاتفاق. وبالتالي قالت تركيا بأنها ستعبر عن موقفها على الأرض في الميدان وكذلك على الطاولة، وهنا إشارة إلى الاستعدادات العسكرية، وخاصة كما نعلم وائل بأن هناك توترات وخلافات كبيرة بين الجارتين اليونان وتركيا مؤخرا حيال ترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها في شرق المتوسط. فبالتالي ربما خلال الأيام القادمة سيكون هناك اختلاف أو خلاف كبير حاصل بين هذه الدول الثلاث حول المناطق الحدودية البحرية. أحمد، اللافت أن هذه الاتفاقية بين مصر واليونان تأتي بعد أيام من إيقاف تركيا كما تعرف لعمليات التنقيب في شرق المتوسط، وقالت أنقرة وقتها إنها بادرة حسن نية تجاه اليونان. ماذا نتوقع رد فعل التركي اليوم؟ أن تستأنف مثلا عمليات التنقيب؟ وائل، في عمليات التنقيب هو دائما ما يوجد عليه اختلاف كبير حول الأماكن التي تنقب فيه تركيا، فتارة تركيا تقول بأن هنا هذه المناطق تتبع للجرف القاري التركي وكذلك ضمن المناطق الحدودية أو المساحة القارية لجزيرة قبرص وخاصة للجزء الشمالي وهو شطر القبارصة الأتراك. فبالتالي دائما ما هناك نزاع واختلاف بين تركيا واليونان حول هذه المناطق وشرعية التنقيب في تلك المناطق، لكن دائما ما كانت تركيا تبقي الباب مفتوح أمام اليونان لعودة الاتفاق حول التنقيب وتقاسم الثروات الباطنية. لكن خلال الأيام المقبلة ربما كرد فعل من الجانب التركي تستأنف عملية التنقيب، لكن بالنسبة للتنقيب عن الغاز دائما ما تصر تركيا وتعلم بأن الثروات الباطنية هي حق مشترك وأن دائما ما تدعو لتقسيم عادل لهذه الثروات الباطنية في الجرف القاري لهذه المنطقة تحديدا، وتقول بأنه لا يوجد حدود مشتركة بين مصر واليونان وهي تدخل ضمن الحدود أو الجرف القاري لتركيا، وأيضا تعتبر بأن الاتفاق الذي حصل اليوم هو يشكل انتهاك لحقوق الجرف القاري الليبي. فبالتالي أن تركيا ستدافع عن هذه الحقوق المشروعة التي يكفلها القانون الدولي بشكل حازم حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية التركية اليوم. أحمد غنام في اسطنبول، شكرا.